يراقب مستوى ضغط الزيت، وسنتعرف عن طريقة ربطه، وكذلك طريقة معرفة العطل منه عن طريق الإشارة التي يقوم برفعها. ضغط وإنما مستوى السائل، يعني هذا مزود بساعة أو بعدسة ليزرية تفحص مستوى الزيت الذي يرتفع إلى العمود الكرين. طبعا لاحظوا هنا يا شباب في لمبة أو عفوا إشارة، عندما تلاحظون الإشارة هذه مضيئة باللون الأحمر يدل على أن هناك نقص في مستوى الزيت، وعندما تلاحظون عليها تولع وتطفى تولع وتطفى، يعني تأشر تدل على أنه في نقص في مستوى الزيت. سنقوم بالعملية الآن وسنعرف كيف. لاحظوا لو تم الفصل من الكمبريسر، لاحظوا ماذا سيحدث. ركز على هذا المكان، شوف، لاحظوا يا شباب بدأت الآن تضيء، وستقوم الآن بإيقاف الكمبريسر. وقفت الكمبريسر، دل ذلك على أن مستوى الزيت ناقص بسبب أن الزيت الآن لاحظوا سيتم إرجاعها، لن يقوم الكمبريسر في العمل حتى تقوم بعمل شيء مهم، وهذا دليل على إيش؟ أنه لا يتم إعادته أوتوماتيكيا في حالة أن في نقص في الزيت حتى يلاحظ الفني على مستوى الزيت. طبعا هذا العطل هو مفتعل، أما الزيت متواجد هنا كما تلاحظون. فعملية إرجاع هذا لن يقوم بالعمل حتى نقوم بهذه العملية. لاحظوا سنقوم بعملية فصل للدائرة الرئيسية. هنا في ربط غريب وعجيب. سنقوم بفصل الدائرة الرئيسية تحت تشغيل الصندوق، أو فصل السلك هذا الصغير البني، فصله من الدائرة وإرجاعه. بس كون الدائرة هذه هنا فيها شغلات، هنا ما فيش نقطة اشتراك من هنا إلى هنا، تلاحظوا سيتم فصلها من وين. انت بيدك عبد الله، وين السلك الرئيسي الآتي من الداخل؟ هذا هو السلك الرئيسي، هذا هو السلك الرئيسي، هذا هو. الآن ستعمل الدائرة. الدائرة. طبعا يا شباب هنا التوصيل عشوائي في قرين العشوائية. هذا السلك وهو الخاص بالألارم، طبعا هذا السلك الخاص في فاصل الزيت يقوم فيه 6 أسلاك، السلك الرئيسي وهو هذا السلك، وكذلك البني، هذا البني للملف الخاص في مراقب الزيت، وهذا للنقطة التحكم، جمعها في نقطة واحدة وهذا غلط. هنا ربط الدخول والخروج لنقطتين مع بعض، فهذا غلط. طبعا لاحظوا هنا، بس هو قام بعملية ايش؟ انه قام بالتشغيل. الان لاحظوا بعد ما تشتغل الدائرة يطفئ هذا المؤشر. يعني يا شباب عندما تأتي الى الوحدة وهي لا تعمل وتريد ان تتأكد من مستوى الزيت، اولا اذا لاحظ ان هنا اضاءة في هذا الجهاز دل ذلك على أن هذا الجهاز قام بالفصل. فلكي تتعرف ما سبب الفصل يجب إيش؟ أنك تتأكد من مستوى الزيت. إذا كان هناك نقص في الزيت فتأكد واعد إرجاع الزيت للكمبريسر، ومن ثم قوم بالتشغيل. وهذا كان لفيديونا اليوم، ولا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو حتى يستفيد غيرك، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.